من مشاهدي ومشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في المباشر من مدينة الدار البيضاء. كتشوفوا التدخل ديال عناصر الوقاية المدنية من أجل إخماد واحد الحريق اللي اندلع قبل قليل داخل إحدى الشقق أو المنازل السكنية هاد العمارة المتواجدة بأحد أكبر شوارع مدينة الدار البيضاء. الحريق اللي مندلع داخل شقة سكنية كما كتشوفوا، تتواجد هذه العمارة كيف قلنا في أحد شوارع مدينة الدار البيضاء. استعملوا خرطوم ديال المياه، وكاين تواجد ديال سيارة الإسعاف اكيد عدم الباقه الوجود ديالها كيأكد بان ما كاينش اصابات بشريه، يعني ما تم نقل حتى شي شخص الى المستشفى، وهذا ما كنتمناو. كنتمناو بان الخسائر ما تكونش خسائر بشريه او خسائر في الارواح. العمارة اللي كتواجد بأحد شوارع مدينة الدار البيضاء، الشارع اللي كتعتبر من بين أكبر شوارع في العاصمة الاقتصادية. رجال الوقاية المدنية أكيد مازالين يقوموا بمجهودات داخل الشقة اللي كيبقى ما عندناش الحق أننا نقتحموها أو ندخلو، كتبقى مكان خاص. أكيد المصالح الأمنية غادي تفتح تحقيق من أجل معرفة السبب الحقيقي ديال هاد الحريق. المندلع داخل هاد الشقة السكنية اللي كتواجد بأسفل العمارة، يعني بالطابق السفلي، الطابق الأرضي كما علمت شوفي. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلتقي في مباشر آخر بعد قليل. وبركاته، استودعكم الله والسلام عليكم.